ليا الأدب كان له دور كبير في تدوين وتلخيص رسالات وتضحيات وبطولات رجال الجيش العربي السوري في جميع المعارك، وخصوصا في السنوات الأخيرة، 10 سنوات أو 9 سنوات من الحرب على سوريا، كان الأدب له دور كتير كبير لتوثيق جميع هي المراحل. لنحكي عن دور الأدب اليوم، معنا الدكتور جهاد بكفلوني. سعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. حياك الله أنستي الكريمة، كل عام ووطننا الصامد المنتصر بإذن الله بألف خير إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك، وأكيد تحيتنا اليوم بحلقتنا الخاصة من بانوراما حرب تشرين لأبطالنا بعيدهم بواحد آب عيد الجيش العربي السوري. اليوم خلينا نحكي عن ثقافة الأدب وخلال السنوات الماضية والتاريخ الأدب السوري أيضا. أولا قبل أن نتحدث عن الصورة التي تناول بها الأدب بطولات جيشنا الصامد، علينا أن نعود إلى فجر التاريخ لنرى الصورة الحقيقية للبطل العربي، لأننا إذا ألقينا نظرة على هذه الصورة وصلنا إلى فهم كنه هذا الجندي الصامد الذي صنع شيئا لو لم نره بأم أعيننا لقلنا إنه ضرب من ضروب المستحيل. صورة البطل العربي كيف رسمت؟ أنا أعطيك أنستي مثالين. دريد بن الصمة له أخ بطل مثله اسمه عبد الله، رثاه بقصيدة مشهورة يقول فيها: تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا. إذن الفروسية شيء مزروع في نقيع عظام هذا الجندي، ولو لم يكن هذا الشيء طبيعيا يجري في عروقه مجرى الدماء لما استطاع أن يكتب أبجدية النصر وأن يجبر العالم كله على الاعتراف بهذا النصر المبين. إذا تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا، فقلت أعبد الله ذلكم الردي، لئن يك عبد الله خلى مكانه فما كان وقافا. إذا هذا البطل كريم سمح، ينظر إلى أمه الأرض أعطته الكثير بلا حساب، يقول لها: يا أمي كان دينك كبيرا في عنقي، أنا أريد أن أرد نزرا يسيرا من هذا الدين. ما هو أغلى شيء أملكه؟ المال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لا يساوي شيئا، يفنى، نستخدمه وسيلة لتأمين حاجياتنا الضرورية في الحياة. ماذا أقدم؟ بصري، رأسي، جوارحي، كل ذلك لا يصنع شيئا قياسا إلى الدين الكبير الذي أسديته لي، وهو دين محفور في عنقي. إذن أقدم روحي. لئن يك عبد الله خلى مكانه فما كان وقافا ولا طائش اليد، يمسك البندقية ويعرف أن الرصاصة يجب أن تكون موجهة إلى صدر أعداء الوطن، لأن هذا السلاح اشتري أصلا لحماية الأرض والدفاع عنها. ثم ننتقل إلى صورة أخرى، صورة البطل الشعبي في أذهاننا، ونأخذ مثالا على ذلك عنترة العبسي. عنترة اخترن في أذهاننا بذلك أبي الفوارس البطل المقدام. عنترة يتحدث عن نفسه، يذكر عبلة بمناقبه وخصاله فيقول: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى. إذن الشجاعة أيضا عنصر موجود في تكوين هذا المقاتل الصلب الشجاع، هو لا يخاف الموت. أين الفرار من الذي جعل الردى عمرا تطول بضمه الأعمار، ويداه ممسكتان زر حياته، وهنيهة ويزلزل الإعصار. خرجوا من النسيان فوق جباههم عطش، له في كربلاء جرار، واستأذنوا الإعصار عفو أنامل، ما استأذنوا بل نحي الإعصار. شهروا على الفولاد رمش عيونهم، فإذا الدروع مع الحديد غبار، والله ينذر في الحساب وعندهم يقع الحساب وعنده الإنذار.
يخبرك لمن شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. قال ذلك القائد الراحل حافظ الأسد: نحن نقاتل، نحن لا نريد القتل والتدمير لأحد، وإنما ندفع عن أنفسنا القتل والتدمير. صحيح. نريد لهذه البحيرة أن تكون بحيرة سلام، يقصد بذلك البحر المتوسط، ترفرف طيور النورس وتحلق فوقها، لا بحيرة قتل وتدمير. إذن العربي لا يحب القتل. الجندي العربي عندما ينهد دفاعا عن نفسه يتمنى أن لا يقتل عدوه. لذلك أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الجنود وقال لهم: إذا مررتم بشيخ في بيعة أو في كنيسة أو بامرأة أو بطفل فلا تقتلوا أحدا منهم. وبذلك نعقد مقارنة، وعندما نعقدها فيها ظلم كبير. أولئك الذين أخذوا يتسلون برؤوس البشر. صحيح. أولئك الذين أخذوا يقتلون من أجل القتل، يدربون طفلا في السادسة من عمره أو في السابعة من عمره كيف يقتل أباه وأمه. أنا عندما أصفع إنسانا كفا لأنه خالفني في الرأي فأنا أكون قد خرجت عن حدود الإنسانية. صح. فقاتل الجسم كما قال جبران خليل جبران: مقتول بفعلته. فقاتل الجسم مقتول بفعلته. صحيح. وقاتل الروح لا تدري به البشر. القرآن الكريم حذرنا من ذلك عندما قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يمضي بنا التاريخ إلى الأمام إلى العصر العباسي، فنسمع شاعرا يقول: موف على مهج في يوم ذي رهج. إذن الغبار يتصاعد في أرض المعركة، وهذا المقاتل الصلب المقدام يغشى الوغى، وشهاب الحرب في يده يرمي الفوارس والأبطال بالشعل. موف على مهج في يوم ذي رهج، كأنه أجل يسعى إلى أمل. عندما نفهم هذه الصورة نستطيع أن نفهم الطبيعة التي جبل بها، الجبلة التي فطر عليها مقاتلنا، فكان أيقونة النصر بأروع مجاليه ومعانيه. طيب دكتور جهاد، خلينا نحكي اليوم قديش الأدب له دور كتير كبير ليوثق معارك بطولية لرجال الجيش العربي السوري خلال سنوات الحرب الأخيرة، خلال الأزمة على سوريا. قديش فعلا قادرين يكون في عنا وثيقة أدبية تاريخية، لأنه في تضليل أدبي كتير كبير عم يكون، في تضليل حتى إعلامي كبير عم نواجهه. التضليل الإعلامي في الواقع بدأ منذ اللحظة الأولى التي شنت فيها هذه الحرب على سوريا، وكنا جميعا نعرف أكاذيبهم وخداعهم. صحيح. وهؤلاء للأسف اعتقدوا أن النظام في سوريا، وطبعا أنا أستعمل كلمة النظام من التنظيم، من تنظيم الأمور وليس بالمعنى السياسي. صحيح. اعتقدوا أن النظام نظام هش، وبالمناسبة الأمريكان وقعوا في الحفرة نفسها عندما قدم لهم الخونة صورة عن أن الشعب العراقي قد ضاق ذرعا بالنظام، وأنهم إذا أتوا لاحتلال العراق فسيستقبلون بالورد والزهور والرياحين، وإذا بكل حجر من أحجار العراق يشتعل. وقد ندم الأمريكيون ندما ما بعده ندم على اللحظة التي وجدوا في العراق فيتنام أخرى وذاقوا فيها للأسف. نتمنى كنا أن لا يخرجوا حتى يبادوا عن بكرة أبيهم، لأنهم عنوان الشر في العالم كله. هذه القوى المضللة خيل لها أن النظام في سوريا نظام هش، إذا نفخنا عليه يسقط سقوطا مريعا. فوجئوا أن الدولة قوية متماسكة، لذلك غيروا الخطى والأساليب، وأصبح الهدف تدمير الوطن السوري من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، تدميرا كاملا كاملا تاما. لم تعد المعركة معركة مع نظام يريدون إزالته، أصبحت مع شعب، أصبحت مع حضارة، أصبحت مع أبجدية تاريخ، مع حضارة يريدون محو كل شيء في سوريا. من رد لهم الصاع صاعين؟ الشعب، وطبعا الجيش في النهاية جزء من هذا الشعب. لا تصدقي آنستي أن جيشا يصمد مثل هذا الصمود العجيب لو لم يكن وراءه شعب يقف صفا واحدا. طبعا أنا لا أريد أن أشير إلى بعض أولئك الذين خيل إليهم أن المركبة بدأ يغرق وأن عليهم أن يسارعوا بالقفز منها. هؤلاء لا يقدمون
ولا يؤخرون هم صفر على الشمال. أما أولئك المحبون الذين ظلوا متمسكين بأرضهم فهم الذين سيكتبون التاريخ بمداد من نور وسيحتلون أجمل الصفحات في سفر التاريخ. نعم دكتور، بختام كلامك الجميل يعني بتحب توجه كلمة أخيرة ومعايدة بمناسبة عيد الجيش العربي السوري؟ أولا أحيي أبطال الحمى، ومن المصادفات الطيبة أن نشيدنا العربي السوري يبدأ بإلقاء التحية عليهم فيناديهم ويقول لهم حماة الديار عليكم سلام، وقد أكدوا مقولة الشطر الثاني عندما قال ناظم النشيد العربي السوري المرحوم خليل مردان بيك عليكم سلام أبت أن تذل النفوس الكرام، عرين العروبة بيت حرام وعرش الشموس حما لا يضام. فهؤلاء الذين أثبتوا أن عرين العروبة بيت حرام يستحقون منا كل احترام وتقدير. نسأل الله أن تظل غمامة السلام مرفرفة فوق أرض سوريا، وأن يحميها الله سبحانه وتعالى سهولا وجبالا وبحرا، لأن سوريا أرض جميلة، أرض الآباء والأجداد. وأمير الشعراء أحمد شوقي علمنا حب الوطن عندما قال وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، شاهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخلو حسي. فوطننا جميل برجاله الأشداء، بجيشه الصامد، بكل إنسان شريف آل على نفسه أن يقدم دمه دفاعا عن هذه الأرض الطيبة. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسير جيشنا بقائده السيد الرئيس بشار الأسد من نصر إلى نصر، وأن تظل سيمفونية النصر صالحة في أرجاء هذا الوطن الجميل. وشكرا لكما أنتما اللتان أدرتما الحوار بمنتهى الجدية والكفاءة. نشكرك أكيد الدكتور جهاد دقفلوني على وجودك معنا، هاي كلمات جميلة، شكرا كثير لإلك. نوجه تحية مرة تانية لكل رجالنا، رجال الجيش العربي السوري، مثل ما قلت من عزنا وفخرنا ونصرنا أكيد. شكرا كثير إلك. بارك الله فيكم. شكرا كثير وينعاد عليك بألف خير يا رب. بارك الله فيك. شكرا.